أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس من الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ولقد السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك له الْمُنْعَوِيمُ
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأصفين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أو في السماوات أو في
خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خد للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله
السعير ومن